أهلا بكم. عام جديد يطرق أبواب الحلم والمشاريع والبدايات المؤجلة، والتي كنا قد وضعناها على قائمة الأهداف والخطط في سنين مضت، لكن الظروف لم تسمح بتنفيذها، أو أن ضعف إرادتنا كان أقوى من الالتزام بتحقيقها. مع بداية سنة جديدة نضع قائمة من الأهداف نصب للوصول إليها خلال العام، لكننا لا نستطيع تنفيذها. فما الأسباب في ذلك؟ وكيف يمكن تفادي الفشل والنجاح في تحقيق الأهداف؟ هذا ما سنتحدث به مع الاختصاصي اختصاص الطب النفسي الدكتور وائل المؤمني، لكن دعونا نستمع إلى الأهداف التي حققتموها أنتم هذا العام. والله ما حققنا شيء صراحة، يعني ب 2021 جت سنة صعبة بسبب جائحة كورونا اللي اجت على البلاد يعني، والحمد لله على كل شيء يعني. بدي حالي اني اتوظف، اتعين احسن وظيفة، بس بدي اتجوز بس ما اجت والله. والله والوضع مسكر مشان كورونا والاوضاع يعني على الكل يعني. هسه الحمد لله كنت اول شيء انا مخلص هندسة مدنية، تحولت الاتجاه من هندسة مدنية إلى بصريات، والحمد لله هي أموري تمام وكانت سنة خير إن شاء الله، وإن شاء الله المزيد بكون. الحمد لله كان نفسي أفتح محل وفتحته الحمد لله، ربنا يسر علينا بمحل. والله على المستوى الشخصي يعني أنا عم بدرس، يعني بلشت دراسة قبل سنة 2021، هلا مضى عليها سنتين، بتمنى بسنة 2022 إن شاء الله يعني ربنا يكللها بالنجاح ونتخرج بالدراسة. أتمنى الخير على الأمة العربية الإسلامية جميعا إن شاء الله، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. 2021 بالنسبة لي أنا ما حققت شيء، بس عندي أمنية أتمنى من الله أن ربنا يسود هذا البلد بالخير، وأتمنى من الله أن ربي يعيد النور لبيتي اللي أظلم، بيتي أظلم جديد، أتمنى من الله أن ربنا يعيد النور له. إذا نرحب بالدكتور وائل المؤمني اختصاص الطب النفسي، أهلا وسهلا فيك دكتور وائل. أهلا فيك ست سراء، صباح الخير. صباح الخير لجميع المشاهدين، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. هذا الموضوع فيه دائرة ضيقة، دائرة الفردية للإنسان، وهلأ يمكن أصبحنا نتشارك الكثير من الظروف التي أثرت على كل شخص فينا، الأمنيات أصبحت أكثر عامية، يعني عامة أكثر، فبرأيك كيف من الممكن أن نضع أهدافنا في سياق الأهداف السامية أو الكبرى للمكان أو الحياة التي نعيشها؟ يعني بداية هو الموضوع يعني مش بسيط للدرجة، ونفس الوقت مش صعب. إحنا عشان نوصل لأي هدف لازم نحدد الهدف أولا، الهدف نوصل له نحط له خطة عشان نقدر نوصل له، لازم يكون عندي تخطيط، لازم يكون عندي أهداف كبيرة أجزئها لأهداف أصغر، أجزئها لمدة قصيرة مدة طويلة، أبلش أنجز شوي شوي بهاي الأهداف. أنا مجرد ما أنجزت إشي منها رح يعطيني حافز أني أقدر أكمل، بالتالي أوصل للإنجاز اللي أنا بدي إياه والهدف اللي بدي إياه. من الواضح أنه تجارب الإنسان في سنوات سابقة بتأثر بشكل أو بآخر على تحقيقه لأي أهداف جديدة، فأحيانا إذا كانت هناك مشكلة في تحقيق أهدافك في سنوات سابقة، هل هذا يعني أنك قادر الآن على تحقيق الأهداف الجديدة؟ طبعا أنت لازم تكون قادر، طبعا انت لازم تكون قادر. هلا هاي مشكله احنا بنواجهها، احنا بنحب شوي يعني فطرتنا بنحب جلد الذات، يعني اذا انا حطيت هدف بالسنه السابقه وما حققته السنه هاي هذا الاشي لحاله راح يعطيني شعور بالفشل، لاني انا راح اضل افكر فيه مش هفكر بشيء ايجابي. يعني الاصل بالموضوع اني انا افكر انا حطيت هدف السنه الماضيه ما انجزته ما حققته، سالت السؤال هذا لنفسي اكمل ليش ما حققته، الاقي الحل مش اركز على المشكله. فبالتالي أنا لما السنة هاي بدي أحط هدف جديد لازم أني بعد التخطيط لهذا الموضوع أشوف وين وقعت بالمرة الماضية وأحاول أتفادى هذا الموضوع عشان أقدر أوصل للهدف الجديد. هل فعليا يجب أن يكون هناك أهداف واضحة للإنسان في بداية كل سنة أو مع نهاية سنة؟ طبعا لازم يكون أهداف. هلا أحكي لك، إحنا يعني ممكن تربينا أو بفطرتنا خليها على البركة خلي الحياة ماشي، هذا الكلام خاطئ. أنت لازم يكون عندك تخطيط وهدف بكل شيء حتى بأبسط الأشياء، لانه هيك حياتك لما تنظم بتكون اسهل من هيك بكثير. احنا يعني في ناس تحكي لك اللي بخطط او بفكر كثير هذا مهموم، هذا ما بعرف كيف بفكر. بس في فرق بين التخطيط من ناحيه التخطيط وان يكون لك هدف وغايه او طموح معين، صح؟ وما الفرق بين الطموح والهدف؟ هلا الطموح انت شو يعني انت تقدر تشمليهم مع بعض. احكي لك جمله صغيره، الهدف بلا تخطيط مجرد احلام. يعني انت اذا حطيت هدف وبس حطيت هدف بدي اوصل له وانا قاعد محلي
مش حوصل، او حطيت هدف بدي اوصل له بس ما عندي خطوات متسلسله مش حوصل له، لانه انا حضيع مجهودي وتركيزي وانا مش عارف وين ولا عارف الطريق الاسهل وال يعني المتجه الى هذا الهدف. طب اذا في بعض الاشخاص عندهم صعوبه بتحديد شو الهدف اصلا، لانه هذا عنده مشكله بتحديد مين هو شو بده. يعني انت لازم تعرف انت شو بدك من الداخل، انت وين بتبدا، انت وين بتصير. انا لما بعرف شو بدي كل شيء سهل، لما بعرف وين المشكله اللي وقعت فيها ما بضل افكر فيها، افكر بالحل تبعها عشان اعرف انا شو بدي. طب قد ايه برايك نسبه الناس اللي ممكن يعيشوا بهذا النوع من الضوضاء الداخليه احيانا، او حتى يعني صراحه خلينا نكون واقعيين، طبعا. حتى لما بنسال اطفال بتحس انه في حاله ضياع احيانا، حتى الهدف المستقبلي او كذا، فكره انه الانسان يكون في عنده طريق واضح احيانا غائبه عن مجتمعنا او ملامح مجتمعنا. عايشين اليوم بيومه، بدنا نمشي الامور زي ما هي، ما في شويه لا مبالاه الى حد ما. اكيد هناك في اشخاص كثير بيعملوا اهداف بيحققوها، يمكن مش الرساله مش لهم، صحيح، قد ما هي الرساله لبعض الاشخاص اللي حاولوا انهم يحطوا اهداف كثيره، يا اما كانت بعيده يا اما اجت ظروف وغيرتها. شو السبب؟ وين الخلل؟ الاشخاص اللي ما قدروا يحققوا هاي الاهداف وين الخلل عندهم؟ هلا احكي لك شيء، مبدئيا 40 ل 50% دراسه من الناس اللي بتحط اهداف بدايه السنه ما بتحققها. ليه؟ عندها اسباب كثيره، بس انا شخصيا برجح انه عدم تحقيق الاهداف بنهايه السنه، يعني ممكن اذا بدنا نحكيهم شموليه اكثر نقسمهم لسببين رئيسيات، اسباب مرضيه، اسباب غير مرضيه. اسباب مرضيه كثير، سواء عضويه سواء نفسيه، الكآب، يعني الاكتئاب هو اكبر سبب حاليا بالعالم على عدم القدره على الانتاج. الاسباب الغير مرضيه، الانسان ما بيحط هدف واحد، بيحط اهداف كثيره، فبالتالي مش حيقدر يركز بالهدف، حيبذل مجهوده كثير مش حيحقق اللي بده اياه. هي واحد من الاسباب. اثنين، تكرار نفس الاخطاء اللي ما حققها العام السابق، هذا نفس الشيء حيخليه معلق بالمشكله. زي ما حكينا انت لازم تكون مرن، لازم تفكر وين الحل. يعني احنا ثقافه وين الحل مش موجوده عندنا، احنا دائما بس بنعلق بالمشكله. ثلاث، انا بعمل نفس الفعل بس بستنى نتيجه ثانيه، هذا عمره ما راح يصير. عرفتي كيف؟ هاي كلها بتخليني انا ما احقق. موضوع جلد الذات ايضا هل يدخل بهذا الموضوع؟ اساسي. يعني قد ايه ممكن جلد الذات يعمل قصور بقدره الانسان على انه يحط اهداف جديده، ويزعزع ثقته بنفسه احيانا لوضع الاهداف او حتى القدره على تحقيقها؟ يعني هو جلد الذات، خلينا نحكي موضوع كبير لانه بدخل فيه كثير اشياء. اولا انا بجلد ذاتي لانه انا هيك طبيعتي متشائم، انا بجلد ذاتي لانه اللي حوالي محبطين، لانه اللي حوالي متشائمين، لانه اللي حوالي سلبيين، وهذا كله غلط. احنا حكينا انت لازم شوي تعمل ريفيو قبل ما تحط هدفك السنه هاي، اعمل ريفيو للسنه اللي قبلها، ليش انا ما حققت هذا الشيء. ثانيا، في جانب كثير 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 مهم احنا نغفل عنه بشكل عام، كل الناس او اكثر الناس، انه انا دائما هدفي اللي بدي اوصل له او التطور اللي انا بدي اعمله او الطموح تبعي مادي او وظيفي. هلا هم ضروريات، يعني ضروريات للاتزان النفسي خلينا نحكي، وضروريات بالحياه، بس انا لازم يكون عندي هدف نفسي، لازم يكون عندي صحه نفسيه، لانه انا اذا بنيت من الداخل راح اقدر انتج، غير هيك ما راح اقدر أعمل. طب شو نوع الهدف النفسي اللي ممكن احطه؟ ولا ايش انت حاسس صحتي؟ انا بدي احب نفسي، انا بدي ارتاح، انا بدي افكر. يعني انا خليني اجيب لك مثال بسيط، انا بشغلي ناجح ودخلي كثير ممتاز ومسيطر على العمل ومرتب الامور، بس انا ببيتي مش مرتاح، انا اولادي مش معطيهم وقتهم، انا بس اروع على البيت بنكد مثلا. هذا كله راح ياثر لقدام على انتاجيتي بعملي نفسه، لانه كله مترابط. انت اذا ما اتزنت داخليا، تخلصت من التوتر والقلق والتشاؤم، مش حتقدر تنتج ولا تعمل اي شيء. إذا في مجال نربط هذا الموضوع بموضوع جلد الذات، يعني هناك الكثير من المحللين والأطباء النفسيين الذين أصبحوا يفسروا موضوع جلد الذات على أنه قمة الأنانية والنرجسية تجاه النفس. السبب بذلك أنه أنت ترفض تقبل فكرة أنك تخطئ. شو رأيك بهاي الفكرة؟ يعني تقبل الإنسان لأخطائه، عدم قدرته على أنه هو مثلا يحقق أهداف معينة، التصالح مع النفس الى اي مدى ممكن انه هو يزعل؟ يعني اول شيء شكرا على هاي الكلمه، التصالح مع النفس هي الاساسيه. هلا جلد الذات زي ما حكيت لك ممكن يكون مرضي، وهذا صراحه يعني بدك انت او اللي حواليك، اذا انت مش حاس او مش مدرك او ما عندك بصيره انه انت تجلد ذاتك بطريقه مرضيه، لازم اللي حواليك يوجهوك، لازم تبحث عن مساعده. يعني اذا انت عندك جلد الذات بطريقه مرضيه مش حتستمتع، شعورك بالذنب الدائم هذا ممكن يكون مرضي، واحد من اعراض الاكتئاب الاساسيه
انت مش حتقدر تنتج، وانت بحاجه تدخل لحالك برضه مش حتقدر تعدي، بحاجه تدخل من طبيب نفسي، بحاجه مساعده، ممكن تحتاج علاج حتى لذلك الموضوع. وتاكد تماما انه الفرق والنتائج بعد ذلك حتبين عليك واللي حواليك حيشوفوها، لانه اذا انت جلدت ذاتك دائم وحسيت بالانانيه اللي بتحكي عنها والنرجسيه، لا مش حيزبط. طيب في ظل الظروف اللي عم نعيشها، الاكتئاب يمكن صارت سمة عامة عند الناس مع موضوع كورونا، الكثير من الظروف التي تغيرت، الكثير من الوظائف التي فقدت، أمور اقتصادية صعبة أحيانا وغيرها، فبالتالي الكثير من الأهداف تقاطعت مع قوى أكبر من الشخص نفسه. هل هذا يعني أنه إحنا منغير الأهداف؟ هل هذا يعني أنه يجب أن نكون مرنين بطريقة ما؟ كيف ممكن نتعالج من فكرة الاكتئاب إذا لم يكن هناك مساعدة؟ يعني هل من المعقول بالثقافة الموجودة عندنا أنه فعلياً 40-50% من الشعب أول شيء يدرك أنه هو عنده اكتئاب، وثانياً يعني يروح على طبيب النفسي أو يتعالج؟ يعني أنت هون حكيتي أكثر من موضوع مهم. الموضوع الأول اللي هو يعني يبطل يستحي يروح على طبيب نفسي يتعالج، اللي هي وصمه العار او الاستمغه الموجوده عندنا من مجرد مراجعه طبيب نفسي. احنا هيك يعني هيك تربينا، هي ثقافتنا. ثانيا عشان انا ادرك انه يعني لازم اميز بين الاكتئاب كمرض وبين الحزن الطبيعي اللي اي انسان بشعر فيه، والاحباط، الاحباط كمرض، الاحباط كشعور مرافق للحزن الطبيعي. يعني عادي احزن اذا بخسر فلوس، عادي احزن اذا بحب حدا ومرض، عادي أحزن إذا حسيت بشعور الفقد تجاه أي إنسان، وهي ردة فعل طبيعية للإنسان. ولكن لما بحكي اكتئاب يعني في مقاييس معينة، يعني أنا مش هعرف أنام، أنا مش هعرف أوكل، أنا مش هعرف أنتج، أنا مش هعرف أشوفك، مش هعرف أشوف ابني، ما إلي نفسي بإشي، يعني الإشي اللي كان ببسطني زمان مش هيبسطني هسا، رح يصير عندي فقد تام للرغبة بأي شيء بالحياة، ورح أحس شعور بالذنب أو رغبة بالموت بطريقة ما رح أقدر أطلع منها. بالبساطة هاي، يعني من الواضح أنه الموضوع بده إرادة قوية جدا من الإنسان حتى يستطيع أنه هو يتجاوز هاي المراحل ويحقق أهدافه، صحيح؟ يعني الإرادة قديش بتلعب دور بأنه الواحد بده يقفز عن كل هذه المعوقات؟ يعني لازم يكون عندك إرادة. أعطيني دافع يعني أنت، يعني أنا بدي أحكي لك لا قبل، بس يعني لازم يكون عندك إرادة. بس خلينا شوية يعني نبعد عن خلينا نحكي الامور النظريه اكثر، مثاليه بالاشياء او المثاليه بالاشياء. يعني لما بكون بقول عندي اراده، يعني مريض الاكتئاب اذا شخصته كمريض اكتئاب هو عنده اراده، هو قبل ما يمرض. يعني هون المشكله انه الناس ما بتميز انه المرض النفسي او الاكتئاب هو مرض عضوي. بقول لك لا بس نفسي روح اقرا قران، ممتاز دائما اقرا قران سواء مريض سواء مش مريض، بس هو مش العلاج فقط، في اشياء ثانيه حتى حفزك انت تطلع من الموضوع، حتعالجك حتساعدك، لانه غير هيك مش حتقدر. فالاراده هي يعني استخدمت شوي الفتره هاي بطريقه خاطئه. خلينا نحكي الاراده لازم تكون عندك دائما موجوده. يعني نتمنى انه هذا العام فعليا يكون عام تعلمنا فيه الكثير من الامور، على الاقل تشخيص وين المشكله بالدرجه يعني الاولى، واعطيها 10% وخلي 90% للحل. جميل، هاي الاهم. دكتور وائل الممل، شكرا لوجودك معنا اليوم. اهلا وسهلا فيك، صباح الخير.